فخارة اللحم على الطريقة التركية. حاجة عظمة وهتشرف على الصفر. في البداية معانا تقريبا كيلو من اللحم، نبدأ نقطعه مكعبات بالشكل ده. ننزل في الطاسة بتاعتنا بثلاث معالق من الزيت، عليهم معلقتين كبار من الزبدة. ننزل عليهم باللحمة ونديها تشويحة. ممكن نعمل الفخارة بتاعتنا ني في ني، بس أنا بفضل الطريقة دي عشان نغلف كل حاجة مع بعضها. بعد ما اللحمة خدت معانا تشويحة بالشكل ده، ننزل بالبصل الأورمة أو بصل صغير، عليهم بخمس ست فصوص توم كبار، على جزرتين متقطعين بالشكل ده، معاهم ثلاث حبات بطاطس كبار. وننزل بالفلفل الالوان مقطع بالشكل ده، حبتين من كل نوع، ولو حابين تضيفوا اي نوع تاني من الخضار مفيش مشكله. وننزل بثلاث معالق كبار من الصلصه. ونبدأ ننزل بالتوابل بتاعتنا، معنا معلقة كبيرة من الملح، على معلقة كبيرة من البابريكا، مع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معاهم معلقة صغيرة من الكمون، وخمس ورقات من اللوري أو ورق الغار، عليهم بمعلقة صغيرة من الزعتر، ورشة من بلح جوزة الطيب، ونضيف قطعة من نجمة اليانسون، ونديهم تقريبا تمام. ننزل بنص كيلو من عصير الطماطم، نديهم غلوتين لمدة 3 دقايق ونرفعهم من على النار. وننزل بيهم في الطاجن بتاعنا، بعد ما رصينا الطاجن تمام ننزل بقرنين فلفل حار، ننزل بورقة زبدة، عليهم بالسيلفر، وعلى الفرن على طول. بعد ما سخنا الفرن بتاعنا تمام، نخش بالطاجن على درجة حرارة فوق المتوسطة لمدة نص ساعة. نبدأ نجهز العجينة على بال ما الطاجن بتاعنا يخلص. معانا كوباية كبيرة من المية تكون دافية، عليها معلقة زيت كبيرة ومعلقة صغيرة من السكر، على معلقة ملح، وأخيرا رشة من الخميرة، ونديهم تقريبا تمام. معانا كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة من التوم البودر، على نص معلقة صغيرة من البصل البودر. ونبدأ نعجن العجينة بتاعتنا بالخليط اللي احنا جهزناه، وكل ما نلاقيها محتاجة شوية مية نديها. وده شكلها بعد العجن، نسيبها ترتاح لغاية ما نطلع الطاجن بتاعنا، ونبدأ نفردها ومش عايزين نخلي سمكها رفيع. وبعد ما سيبناه في الفرن لمدة نص ساعة نطلعه ونرفع السيلفر، وننزل بالعجينة اللي احنا فردناها. معانا بيضة بعد ما ضربناها تمام، نبدأ ندهن بيها وش العجين. وننزل برشة سمسم، مع رشة من حبة البركة، نرد بيها على الفرن تاني لمدة 10 دقايق. وده شكلها بعد ما خلصناها.
وده الشكل النهائي، ريحة وطعم وهمي وبألف هنا وشفا. وما تنسوش لايك وشير والاشتراك في القناة. سلام.